الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبت الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع من تاريخ الفكر الاقتصادي ما يسمى الفكر الاقتصادي للمدرسة الفيزيوقراطية أو Economic Thought of Physiocracy. الفيزيوقراطية هي المدرسة الفيزيوقراطية التي كانت سائدة في فرنسا بعد العهد المركنتالي بشيء بسيط. نتابع الآن. شكلت العقيدة التجارية قاعدة قوية لانطلاق الثورة الصناعية. العقيدة التجارية كما أسميتها باللغة العربية هي المركنتالية، ما يسمى بكوميرشال كابيتاليزم. فهذه العقيدة شكلت قاعدة قوية لانطلاق الثورة الصناعية، وهو ما يجمع عليه مؤرخو الفكر الاقتصادي ووصفهم المركنتالية بأنها الرأسمالية التجارية. الرأسمالية التجارية كوميرشال كابيتاليزم كما ذكرت قبل قليل، وهي عقيدة تتبنى جمع ومراكمة رأس المال من المعادن النفيسة، باعتبار هذا رأس المال باعتباره مصدر للثروة، وأن المنافسة بين الأمم حول زيادة هذه الثروة هو مصدر القوة الاقتصادية للأمة. لا يختلف المؤرخون حول أثر السياسات التي نفذها المركنتاليون أصحاب العقيدة التجارية، وأنها هذه السياسات كانت مناسبة جدا للتجار أنفسهم والحكومات التي رسمت تلك السياسات ونفذتها على أرض الواقع من أجل مصلحة الحكومات ومصلحة التجار طبعا. وقد تحولت المركنتالية، هذه العقيدة التجارية، تحولت مع الأيام إلى ما يطلق عليه مؤرخو الفكر الاقتصادي رأسمالية صناعية Industrial Capitalism. الآن أقارن هذا المصطلح بـ Commercial Capitalism وبميليتري كابيتاليزم واكاديميك كابيتاليزم وبوليتيكال كابيتاليزم. بمعنى اخر، ان الرأسماليه التي نشات من هذه الافكار البسيطه اللي هي المركنتاليه او العقد التجاري تحولت الى قوه صناعيه ثم قوه عسكريه ثم طبعا قوه بحريه وجويه وعسكريه هائله الان اللي هي بقياده الولايات المتحده وبريطانيا والعالم الغربي. هذه الان رأسماليه صناعيه نتيجه لماذا؟ للمنافسه الشديده بين الامم وحاجتها المستمرة إلى نمو اقتصادي بواسطة أدوات أخرى تختلف عن مراكمة المعادن النفيسة، ومن هذه الوسائل الصناعة والتصنيع والتصدير الذي زاد من ثروتها. وقد سالت أفكار جديدة حول خلال فترة التحول وضعف المركنتالية حول طبعا يعني الأفكار اللاحقة اللي هي نسميها الفيزيوقراطية. نتابع على بركة الله. كانت الحكومات في عهد المركنتالية القوية تجب الضرائب حسب قدرة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وكانت زيادة الثروة هدفا بحد ذاته باعتباره وسيلة ثروة زيادة، باعتبارها وسيلة تزيد من قوة الدولة. أما في الفترات اللاحقة فساد شعار آخر يقول بأن أفضل الدول هي التي تحكم بأقل قدر ممكن من التدخل. وقد ركزت معظم الكتابات خلال هذه المرحلة على التحول من العقيدة التجارية إلى العقيدة الحرة اللي هي التجارة الحرة. من العقيدة التجارية هي المركنتاليزم، حصر الصادرات بالدولة وممنوع الاستيراد إلا في أضيق الحدود، إلى الآن تجارة حرة، فتح باب الصادرات والمستوردات على مصراعي. وكذلك مبادئ حرية العمل والانتقال، ما يسمى laissez-faire اللي هي يعني نشأت من أيام آدم سميث وبعده بسنوات. وعلى الرغم من التحولات على المستوى الأوروبي كله، إلا أن الممارسة الفرنسية للمركنتالية، لاحظوا الممارسة الفرنسية للمركنتالية قد اختلف بشكل عام عن مقابلها البريطاني. فقد رسخ جين كولبرت هذا وزير المالية في عهد أحد اللويس 13 و 14 مبادئ الاحتكارات والامتيازات الكبرى للحكومة والطبقة الأرستقراطية كوسيلة لاقتصاد الري على حساب الضرائب. تقاسم الملك الفرنسي سلطة فرض الضرائب مع الأرستقراطيين، ما أدى إلى سير المركنتالية الفرنسية. لاحظوا المركنتالية الفرنسية تختلف عن البريطانية، هذه سارت في اتجاه آخر. فأدت هذه الأحوال والرؤى المختلفة إلى نشوء مدرستين فكريتين في الاقتصاد، هما المدرسة الفيزيوقراطية الفرنسية والمدرسة التقليدية الكلاسيكية البريطانية. نتابع. تعود كلمة فيزيقراطية إلى مصدر لاتيني يعني دور الطبيعة، rule of nature، ويعود الفضل باستخدامها ككلمة الآن إلى بيير سامويل دي نومروس، هذا مفكر فرنسي المؤرخ
وهو أحد مؤرخي المدرسة الفرنسية نفسها، وركز مستخدمو الكلمة على الأرض باعتبارها الطبيعة الأم التي نشأ منها البشر، منها يقتاتون ومن خيراتها ينتفعون. وللبشر حسب رأي منظري المدرسة الحق بالأرض وزراعتها وتطويرها. وتبنى مفكرو هذه المدرسة فلسفة التحرر من قيود الحكومة وسياساتها المقيدة للعمل والتنقل. نشأت المدرسة الفيزيقراطية نتيجة لردود الفعل الفكرية التي تبناها قادة الفكر والتشريع الفرنسيين. فقد لاحظ هؤلاء بأن الحكومات الفرنسية قد شجعت الصناعة والتصنيع وأهملت الزراعة، ولم تتمكن في الوقت ذاته من معالجة المشاكل المالية التي استغرقتها نتيجة للحروب وترف الملوك وجشع الطبقة الأرستقراطية. وكان المفكر والمشرع الفرنسي بير لي بيسان دي بولغبرت، كما يرفض بولغبرت بالفرنسي، من أوائل من كتبوا حول أساسية الأرض للإنتاج بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام. نتابع، هذا هو الآن بولغبرت من مواليد سنة 1646 وتوفي في العام 1714. كان بولغبرت مشرعا ومالكا لأراض زراعية واسعة، وقد تبنى الفكر القائل بأن الزراعة كانت أعلى شأنا ومقاما من الصناعة والتصنيع، وألا يدعم التصنيع على حساب السكان الريفيين، ودافع عن رفع أسعار السلع الزراعية، وعرف الدخل الوطني بدلالة الاستهلاك وأن الاستهلاك هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. اقترح بولغبرت اعتبار عشر قيمة الإنتاج الزراعي ضريبة تذهب إلى خزينة الدولة. من أجل ماذا؟ من أجل ترسيخ أهمية الزراعة وإقناع المسؤولين الحكوميين بضرورة الاهتمام بالأرض والنشاط الزراعي، لأن مقدار الضرائب المحصلة عالية. ويقر مؤرخو الفكر الاقتصادي بأن مقترحات بولغبرت كانت من أوائل الأفكار التي طرحها المنظرون الفرنسيون حول الفيزيوقراطية. هذا الآن اختصار بسيط لأفكار بولغبرت. نادى بتبني الأرض والزراعة على حساب الصناعة والتصنيع، رفع أسعار السلع الزراعية من أجل دعم السكان الريفيين والمزارعين، وقام بتعريف الدخل الوطني بدلالة الاستهلاك. يعتبر الآن هذا الذي نتحدث عنه من أهم منظري المدرسة الفيزيقراطية، يعتبر الطبيب وعالم الاقتصاد الفرنسي فرانسوا كويسني من أشهر منظري الفيزيقراطية منذ وجودها وحتى اندثارها كفلسفة ومبدأ عمل. ولد هذا كويسني لأبوين فقيرين يعملا في الزراعة، درس الطب حتى أصبح طبيبا مشهورا من خلال عمله طبيبا لعشيقة الملك لويس الخامس عشر، ثم طبيبا للملك نفسه ومقربا من وزراء. وبواسطة قربه من ديوان الملك ومخالطته للسياسة الفرنسيين والأرستقراطيين، قام بنشر أفكاره حول أهمية الأرض والزراعة. لاحظوا كيف انتقل من الطب إلى الاهتمام باقتصاد الزراعة. بدأ اهتمام كويسني بالاقتصاد في العام 1756، وقد طلب منه أن يقدم مساهمات فكرية حول الزراعة والمزارع لموسوعة ما يسمى إنسكلوبيدي أوف دي توت أند دي ألمبرت، وقد نشرت ثلاثة مقالات له في الموسوعة. لكن قراءته المعمقة في أعمال المفكرين والاقتصاديين الفرنسيين جعلت منه عالما حقيقيا في الاقتصاد، وشجعته على صياغة نظريته في الفيزيقراطية. إذن لاحظوا كيف انتقل من طبيب إلى عالم اقتصاد. هذا هو فرانسوا كويسني من مواليد العام 1694 وتوفي في العام 1774. نتابع. كتب كويسني في العام 1756 ما سماها الجداول الاقتصادية، تابلو إيكونوميك، قام فيها بشرح تصوره لتدفقات الدخل بين القطاعات الاقتصادية، وهي ذات الجداول التي أصبحت أساساً للنظام الفيزيقراطي وأساساً فكرياً لنظام المدخلات والمخرجات الحديث input output، الذي أتى على ذكره بعض علماء وفلاسفة الاقتصاد
من أمثال كارل ماركس وبيير سترافا ووسليف ليونتيف. هذا يشرفني أنني قرأت كتبه وتعلمت على يديه لفصلين من السنة، وأصبح في الجداول وطريقة تفسيرها أساسا في النظرية الحديثة التوازن اللي هي جنرال إكوليبريم ثيوري. يبدأ كويسني من قوله بأن الأرض هي المورد الوحيد لصافي الإنتاج نت برودكت، وحسب رأيه يعرف صافي الإنتاج بأنه الفائض من الإنتاج عن التكاليف أي الربح الصافي العيني أو النقدي، وتمسك برأيه القائل بأن التجارة والتصنيع عمليتان عقيمتان، وأن قيمة مدخلاتهما تساوي قيمة مخرجاتهما، معنى ليس هناك ربحا. أما الأرض فهي المورد الوحيد الذي يخرج منه أكثر مما يدخل فيه، وأن ثروة الأمم تكمن في ناتجها الصافي. هذا ملخص بسيط الآن أن الأرض هي المصدر الوحيد للثروة، واختراعه أو ابتداعه للجداول الاقتصادية والذي يعتمد على نموذج ذو سبع مراحل، الآن سأشرح إن شاء الله بعد قليل. كذلك الأمر تحدث عن صافي الإنتاج، مخرجات الأرض أعلى من قيمة المدخلات فيها، والتجارة والتصنيع عمليات عقيمة، هكذا أسماها. نتابع. ميز كويسني في بين نظام الطبيعة Nature's Order ما يسمىها، والنظام المثالي الذي يبتدعه البشر Human Idealized Order. ومن مفارقاته أنه عارض الأفكار المركنتالية، كان معارضا شديدا للمركنتالية التي تبناها الوزير كولبرت، وهي ذات الأفكار التي سادت في العهد السابق لكويسني وبقي قويا على في عهده. الآن تأثر كويسني بفلسفة حرية العمل والتنقل laissez-faire وعمل ما كان في وسعه كي تتخلص فرنسا من ممارسات الإقطاع الزراعية التي سادت في العصر الوسيط، وتبني الحال المثالي التي أطلق عليه هو معاصره الحال الطبيعية natural state. فتصور الحال الطبيعية بأنها التدفق الدوراني المتوازن balance circular flow للدخل بين القطاعات الاقتصادية وبالتالي بين الطبقات الاجتماعية على نحو يعظم صافي القيمة. وقد شبهها كويسني بالدورة الدموية لجسم الإنسان كما سنبينها بعد قليل من خلال ما يسمى المراحل السبعة. هاي الآن مختصر بسيط، ضرورة توافق النظام البشري مع نظام الطبيعة، تدفق دوران متوازن، ونظرية السعر. الآن يبين تدفق الموارد في الشكل التالي، هذا الشكل الآن نموذج كويسني في المدخلات والمخرجات. لاحظوا الآن نبدأ بحالة ابتدائية سأشرحها إن شاء الله، الحقل الابتدائي التدفقات المتداخلة، مرحلة رأس المال، مرحلة الإنتاج، مدفوعات الإيجار، الحالة النهائية وإغلاق الدائرة، ثم العودة إلى الحالة الابتدائية. فالآن هذا يعني الموارد هنا تدفق بالشكل التالي، نموذج كويسني في المدخلات والمخرجات من الحالة الابتدائية وحتى الحالة النهائية. تصور فيه كويسني طبعا العلاقة بين المزارع ومالك الأرض والعامل الفني المهني، ويتشكل نموذج كويسني من سبع مراحل على النحو التالي. طبعا الأول الحالة الابتدائي initial position لكل من الفلاح المزارع ومالك الأرض landlord والعامل الفني artisan المهني. هاي الحالة الابتدائية، كل واحد الآن منفصل عن الثاني. لكن بالحالة الثانية الآن مرحلة الحقل الابتدائي، يقوم المزارع الفلاح على سبيل المثال بزراعة الحبوب في حياز زراعي لمالك الأرض، الذي بدوري هذا مالك الأرض يقدم النقد لشراء الحبوب، ويقوم العامل الفني بصيانة الأدوات الزراعية وتطويرها. المرحلة الثالثة مرحلة التدفقات المتداخلة ما يسمى بالزيجزاج فلو، يقوم المزارع بتوظيف العمال الزراعية والاستعانة بالعمال الفنيين، أما العمال الزراعية فتقدم خدمة الحراثة والبذار والحصاد والنقل للمستودعات أو أسواق البيع مقابل أجور، ويقدم المزارع للعمال الزراعيين ما يحتاجونه من سلع زراعية الغذاء تبعهم طبعا إضافة إلى الأجور. وهذه العلاقة الأخيرة تنطبق على العمال الفنيين، فهم يقدمون خدماتهم مقابل الأجور ويشترون السلع الزراعية من المزارع. طبعا يوجد تداخل في مرحلة التدفقات المتداخلة، ما يسمى الآن التاجر، هذا التاجر ميرشنت وهو وسيط عند المزارع والعامل الفني، فقد يستورد التاجر مدخلات فنية أجنبية وربما يشتري المنتج الزراعي كي يصدره. الآن رابعا مرحلة رأس المال، يقوم المزارع بتوفير رأس المال الزراعي اللي هي السلع الزراعية أو agricultural capital،
ويقوم الفني بتوفير رأس مال صناعي اللي هو manufacturing capital. خامسا مرحلة الإنتاج، يقوم المزارع بتوفير السلع الزراعية النهائية ويقوم الفني بإنتاج الأدوات الصناعية. سادسا الآن مرحلة السادسة قبل الأخيرة، مرحلة دفع الإيجار rent payment، يقوم المزارع بدفع بدل الإيجار لمين؟ لمالك الأرض، ويستلم العامل الفني بدل إيجار المعدات في الحالة، وهو يأخذ الربح الفرق بين ما يدفعه وما يحصله. أوكي، هذا طبعا المزارع. سابعا مرحلة إغلاق الدائرة الآن circuit closed، يعود الوضع إلى الحال الابتدائي وتتكرر الدورة، وهكذا يتطور الإنتاج ويرتفع الدخل. الآن أضع التدفقات كما أوردها كويسني في الإكونوميك تابلو على النحو التالي، أرجو مراجعتها، مراجعة هذا المقطع أكثر من مرة. دعنا نكمل الآن على شكل أرقام بعد إذنكم. لم تتوقف مساهمة كويسني عند تصميم الجداول الاقتصادية والوصول والوصول هذه خطأ طباعي والوصول إلى حالة التوازن، بل تجاوز ذلك بالخوض في نظرية السعر اعتمادا على مبدأ بوند بريد اللي هو مبدأ السعر، أي السعر العادل جاست برايس الذي يعكس كلفة الإنتاج. هذا جاست برايس كلفة الإنتاج بعكسها، وهو السعر الذي يقع في منتصف المسافة بين الكلفة التي تؤدي إلى الربح والكلفة التي تؤدي إلى الخسارة. ما يعني بأن كويسني قد تبنى السعر الذي لا يؤدي إلى ربح ولا يؤدي إلى خسارة، برضو أنا بعتذر الخطأ الطباعي، ولا يؤدي إلى خسارة، لكنه يغطي كلفة الفرصة البديلة، يعني ما بيخسر الآن الذي يبيع، لكن بغطي بدل وقته وجهده هذا الأبروتوكوس، لكن على النحو الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج. واللافت في أفكار كويسني أنه ميز بين قيمة الاستعمال السلعة من وجهة نظر المشتري وقيمة البيع من وجهة نظر المنتج. يمكن القول بأن لكويسني طبعا نظرية في السعر ونظرية أخرى في القيمة. نتابع الآن الجداول الاقتصادي حسب تصور كويسني على شكل أرقام. الآن لاحظوا لي هنا المدخلات المشتريات من المزارع مالك الأرض الفني، هنا المجموع، هنا المخرجات، يجب أن تكون تتساوى الآن قيمة المدخلات مع قيمة المخرجات، وبالتالي لكن الفرق الآن يذهب على شكل قيمة مضافة في كل مرحلة لاحقة، كل مرحلة لاحقة. فإذا الآن كان مكسب، لنفترض يعني بأن مكسب العامل الزراعي أو المزارع 2500 في المرحلة القادمة سيستخدم جزء منها حتى يربح أكثر ويقلل استدانته من مالك الأرض الذي أعطاه 2500 وهكذا. يفسر الجدول نفسه بنفسه، مجموع المدخلات يساوي مجموع المخرجات، لكن صافي الإنتاج يتعاظم في كل دورة، لأن المدخلات اللي هي المشتريات تتضمن ربح البائع للخدمة والسلعة، وتتضمن مخرجات قيمة الربح ذاته. أرجو العودة إلى هذا أكثر من مرة حتى تدركوا أحبة الطلبة المتابعين. كان، وهذا آخر شيء الآن نتحدث عنه، كان وزير المالية والفيلسوف والعالم الفرنسي أن روبرت تورغو. تورغو من ألمع قادة الفكر الفيزيوقراطي، كان إداريا منهمكا في عمله ومفكرا، وصل إلى درجة عالم الفكر، طور نظام اقتصاديا نظريا حول التبادل إكسشينج من خلال تصوره اقتصادا يتكون من شخصين ثم من 4 أشخاص، وحاكى تصرفات هؤلاء أفراد في مجال البيع والشراء حتى وصل إلى نظريته في القيمة والنقود. خالف تورغو الفكر المركنتالي ووصفه بأنه امتيازات لمجموعات احتكارية قدمتها الحكومة لطبقة التجار والاستقراطيين على حساب النشاطات الاقتصادية المنتجة الأخرى، وقد نشر مؤلفا حول ذلك تحت عنوان تأملات في التشكل وتوزيع الثروة أو يسمى Reflection on the Formation and Distribution of Wealth، كان ذلك في العام 1770. استطاع تورغو أن يطور جزءا من الإدارة الاقتصادية لفرنسا، وكان من أوائل أعماله إلغاء نظام الجمعيات الحرفية ما يسمى بالجلد سيستم، أو يعني النقابات يعني العمالية أو المهنية، الذي كان سائدا في أوروبا منذ العصور الوسطى، وكان تحفظه على ذلك النظام ناتجا عن المعيقات التي وضعها النظام أمام التجار والصناعة، التجارة والصناعة وتطوير الحرف. وقد تبنى في عهده سياسة الضريبة الواحدة على الممتلكات single tax on property، قصد بها الممتلكات الزراعية وخاصة الأرض. نكمل الآن، هذا هو آن روبرت جاك تورغو، مواليد 1727، توفي سنة 1781 قبل نابليون بونابرت تقريبا 8 سنوات.
تميز توغو عن بقية الفيزيقراطيين في تطويره قانون تناقص الغلة. هذا الآن اللي هو تبنى ترغو فكرة أن البشر كمان طبعا هنا الآن سأضع القانون هذا. هاي عناصر الإنتاج، الناتج الحدي كما تذكروا أحبة الطلبة الآن يصعد إلى العالي ثم يأخذ بالتناقص. بعد هذه نقطة الحد الأقصى الماكسيمم يأخذ الآن الإنتاجية بالتناقص وما يسمى تناقص الغلة. تبنى ترغو فكرة أن البشر لابد أن يتدخلوا في تحويل الموارد الطبيعية من حال إلى حال. ومن هذه الفكرة أقر بأن عوامل الإنتاج الرئيسة هي الأرض والعمال والزمن land, labor and time. أما عن النقود فقد خالف الرأي السائد بأنها عبارة عن قطع معدنية تستخدم في التعاملات التقليدية، وشدد على أن النقود ضرورة للتجارة وهي شكل من أشكال الثروة لأن لها قيمة ولها قيمة في التبادل التجاري، لكنه أقر بأن قيمتها شخصانية ونسبية الآن تتبدل بين لحظة وأخرى. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجيا أن أكون قد قدمت الفائدة المرجوة لكم أحبة الطلبة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عن المدرسة الكلاسيكية أو ما يسمى المدرسة التقليدية في الفكر الاقتصادي بإذن الله قريبا. أستودعكم الله.